خالص. في واحد اسمه خير يا فندم بيقول انه معاه ميعاد مع حضرتك. خليه يتفضل. اتفضل. نهارك سعيد يا ست هاني. اهلا وسهلا، اتفضل. انا دخلت كده زي المداد، ما كنتش واخد بالي ان حضرتك بالشكل ده. اتفضل اقعد. يا فندم انا كويس كده قوي. تعرف صوتك انه حلو قوي. انا سمعتك امبارح. يا فندم ده بس من ذوقي. يا فندم اصل الحكايه. انا عارفه الحكايه. تعال اتفضل. ميرسي. اتفضل. اجيب لك قهوه؟ ما احبهاش. تشرب ويسكي؟ عمري ما ذقته. يا فندم الحكايه وما فيها. فيها ايه؟ قول لي. الحكايه وما فيها ان الناس اللي انت حضرتك حكيتي عليهم دول ناس على قد حالهم، عايشين يوم بيوم، يعني زي ما تقولي كده يوم عسل ويوم بصل. فبيصادف ان رئيس افندي بيجي يطلب الاجره في يوم البصل. وبعدين؟ ثم استهانم الصبر على الناس زي دول حسنه مخفيه. انت يعني بتتكلم عن الناس وناس حكايتك انت؟ حكايتي ما تهمنيش قد ما احب اشوف غيري سعيد ومرتاح البال. طب ايه رايك؟ انا مستعد افك الحجز اللي على دكانك. بس؟ بس؟ وليه كده؟ مزاجي كده. الواحد لما يعمل معروف ما يعملوش بمزاجه، يعمله بضميره واحساسه. طيب لا انت ولا هم، انت هتخسبني؟ يا فندم بيقولوا جمال الرحمه ان تكون اختيارا لا اضطرارا. قال الشاعر: احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسانه. انت حافظ شعر كمان؟ يا فندم انا متعلم وعندي شهادات. ومعاك بكالوريوس؟ لا انا معايا بكالوريا من غير قوس. شربات. معاك بكالوريوس وبتشتغل عجلاتي. طب وفيها ايه؟ كان لازم تتوظف في الحكومه. طب وليه ما اشتغلش في الاعمال الحره؟ هي الحكومه هتوظف مين ولا مين؟ لكن الوظيفه اضمن من الاعمال الحره واحسن. انا مش من رايك يا ست هاني. الاعمال الحره تخلق في النفس حب الجهاد، والجهاد يوصل الانسان الى اعلى مراتب النجاح. عندك مثلا فورد المليونير ابتدى حياته عامل بسيط. وعندك امل تبقى زي فورد؟ انا عندي امل ابقى زي كادلك. ومش لازم الواحد يبقى زي فورد، يبقى نص فورد، ربع فورد، بيبي فورد. قلت ايه بقى يا ست هاني؟ في ايه؟ مساله الحجوزات. هفكر. ودي عاوز تفكير. يا اه يا لا. طيب على شرط تقول لي انت الاول. اقول ايه يا فندم؟ اه لو قلت اه مش هقول لا. انا مش فاهم. غني لي شويه. اه والله يا فندم ما كانش نعز، انا الليله عندي ميعاد مهم جدا، يوم تاني ان شاء الله. طيب عندك مانع تغني في حفله عندي هنا بكره؟ والله افكر. ايه؟ اشمعنى انت هتفكري؟ انا قبلت خلاص. وانا قبلت خلاص، بس على شرط تتنازلي عن جميع الحجوزات. اوكي. يا فندم انا متشكر جدا. عن اذنك بقى. مع السلامه. الله يسلمك. سلام عليكم. ميرسي قوي قوي. مع السلامه. بس على شرط ان ما جيتش بكره هاخدك مخالفه. ربنا يجيب العقرب سليمه. سلام عليكم. مع السلامه. متشكر قوي قوي. مع السلامه.